السلام عليكم، مساء الخير عليكم جميعا. في البداية انا حابة اشكر كل الناس الجميلة اللي بتعلق لي تحت في الكومنتات، متشكرة قوي، وكلامكم دوت ربنا يخليكم ليا، كلامكم بجد بجد بيشجعني قوي. تاني حاجة حابة اهنيكم بمناسبة رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله يا رب رمضان سعيد علينا وعليكم. انا شرحت الهلال والنجمة قبل كده في فيديو، بس في ناس لسه ما فهمتوش، مش فاهمة طريقة المنقلة ازاي تعمل النجمة المنقلة. فانا جبت دي باترونات جاهزة فيها النجوم بأحجام مختلفة، والهلال برضو عاملاها باترون، بس انا مش هقدر انزل الباترون على اليوتيوب لاني التمارين اللي نزلتها اليوتيوب عمل لي انذار. فانا معلش اعذروني، انا هنزلها على صفحتي على الفيسبوك وهسيب لكم اللينك تحت في التعليقات. اهو يا اصحابي، من هنا نقدر نتك على النجمة ونكبرها براحتنا، من تحت نكبر ونصغر اهي، ونقدر نشفها لو عايزين، او لو عندنا طبعا نطبعها على بعضها. برضو الهلال اهو، الهلال والنجمة لو عايزينه اكبر من كده بنكبره من هنا ونصغره. ماشي، يلا بقى كده ما عندكوش حجة، كله هيبقى عنده طريقة عمل الهلال والنجمة منتهى السهولة ويقدر يعملها. الملفات هتكون جاهزة عندكم عشان كلكم تعملوا زينة رمضان وتفرحوا وتفرحوا بناتكم واولادكم. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، لعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.